والتحرك المصري ومحاولة الوصول لتهدئة ووقف إطلاق النار. ده هيكون مع سيادة اللواء حمدي بخيت المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. هيشرفنا في الحياة اليوم بعد الفاصل. أقامت دار الأوبرا المصرية حفلاً غنائياً على خشبة المسرح الكبير بمناسبة ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأحيا الحفلة عدد من المطربين بدار الأوبرا المصرية. لما بنيجي نتكلم عن حفلة الموسيقار محمد عبد الوهاب بتحطنا في ريسك كبير، لأن أولاً أنت بتتعاملي مع فنان عظيم جداً، مستوى شغل صعب مش سهل، اختيارات صعبة، انك تختاري من اغاني محمد عبد الوهاب مجموعة صغيرة تقدميها في برنامج حفلة تبقى منوعة ومناسبة وملائمة لذوق الجمهور، بيبقى الاختيار صعب شوية. هو كان متنوع قوي، كان بيلحن في كل القوالب الموسيقية، ما كانش سايب حاجة، يعني كان كل حاجة لحنها، لحن الأغاني الخفيفة ولحن القصايد ولحن الأغاني الدرامية ولحن الأغاني الأفلام، يعني بص ما سابش حاجة غير ما عمل فيها، وكانت كلها تحفة. محمد عبد الوهاب يعني اساس المزيكا، فالحانه كانت صعبه جدا جدا بطريقه ما تتخيلهاش. فتخيل انا بس هقول عبد الحليم، في غير هيقول الاستاذ محمد عبد الوهاب نفسه، في غير هيقول ام كلثوم، فالحانه مش هتتعوض يعني.